واشنطن تفكر في تسليط عقوبات جديدة على موسكو في حال فشل اجتماع اليوم الخميس في سويسرا بين روسيا والولايات المتحدة وأوكرانيا والاتحاد الأوروبي في تحقيق تقدم على درب تفكيك الأزمة الأوكرانية، وسوف يتبع العقوبات دعم عسكري أمريكي لكييف. من سويسرا التي حط بها مساء الأربعاء، كل من وزير الخارجية الأمريكي جون كيري ونظيره الأوكراني أندري ديتشيتسا قال هذا الأخير في ندوة صحفية في المطار: نريد من روسيا أن تسحب قواتها من الحدود الشرقية لأوكرانيا، نريد منها أن تكف عن دعم النشاطات الإرهابية في الأقاليم الشرقية من أوكرانيا، ونريد التأكيد أن القرم جزء لا يتجزأ من أوكرانيا. في الأمم المتحدة، استنكر فيتالي تشوركين ممثل روسيا في هذه الهيئة الأممية التفهم الذي أبدته دول لعزم كييف على استخدام القوة في شرق أوكرانيا ضد الانفصاليين الموالين لموسكو، وقال: بعض الوفود تعبر عن تفهمها لتخطيط السلطات الأوكرانية لاستخدام القوة ضد مواطنيها. إذن النتائج واضحة، وهي أن تلك السلطة التي نجمت عن الانقلاب بالقوة اختارت تجاهل مطالب سكان جنوب شرق أوكرانيا. الأزمة الأوكرانية تزداد تعقيدا منذ عزل البرلمان الرئيس السابق فيكتور يانوكوفيتش أمام تعذر توصل موسكو وواشنطن إلى تفاهم في ظل تشبث كل طرف بمواقفه وبدعم حلفائه في أوكرانيا.